الفرقة دي يمكن لو عملنا كده مخطط ايه نقاط قوة شبيبة الثورة أيوة. على المستوى الجماعي، يمكن احنا الحلقة اللي فاتت في فيتا كلوب اتكلمنا على فرد زي توسيلا كيسندا زي جان مارك ماكوسو، الفرقة دي قوتها على المستوى الجماعي. ايه المستوى الجماعي؟ الفرقة ديت بتمتلك سلاح مهم جدا 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 وهو التسديد من مسافات بعيدة، بيشوطوا من اي حتة. عاملين كام تسديدة؟ خد بالك برضو ده بيفرق كتير، لو لو شفت التمرين قول لنا عاملين كام تسديدة. 35 تسديدة من بره منطقة الجزاء، من بره المنطقة. فين بقى؟ من بره المنطقة، من ولا بره ملعبهم؟ في الاثنين. لا في بس الاكثر على ملعبهم. ال 35 دول، ال 35 دول هتلاقيهم منهم 30 على ملعبهم. والعرضيات اكتر كمان على ملعبهم، على ملعبهم طبعا. بس هم دايما مميزين يعني بره ملعبهم حتى. لا مش قصدي، انا بقول لك ان هم مميزين طبعا وفريق محترم جدا، ويكفي ان هم الكل بيتكلم عن شبيبه الثوره كانها مفاجاه هذه البطوله، وهي بالفعل مفاجاه هذه البطوله. بص حضرتك في الارقام هتلاقي ان هم يعني هم طبعا لعبوا 5 مباريات، فازوا 2 خسروا 1 اتعادلوا 2. النادي الاهلي لعب 5 فاز 2 خسر 2 اتعادل 1. الرقم المهم قوي في الكلام ده كله ان التسديدات على المرمى هم عاملين 66 محاوله. أيوة. منهم كام؟ 35 محاوله من بره منطقه الجزاء، يعني اكتر من 50% من محاولات الفرقه دي تسديدات من بره المنطقه. اذا النهارده لازم نعمل بلوك بشكل كويس جدا في وسط الملعب، سواء عمرو السوليه او كريم نيدفيد. انا كنت افضل احمد فتحي بخبراته يبدا جنب عمرو السوليه للامانه، ولكن الراجل خلاص بدام قرر الاعتماد على عمرو السوليه وكريم نيدفيد، لازم النهارده الاثنين يكونوا بيعملوا بلوك، بيمنعوا التسديدات دي بشكل كويس جدا. وهو الراجل بادئ برضو محمد الشناوي، عنده ثقه كبيره جدا، حارس منتخب مصر الاول، عنده ثقه كبيره فيه، عايز يمنع حته التسديدات دي. برضو من الارقام المميزه عندهم ان هم اكتر فريق في البطوله عاملين عرضيات. نعم. 116 كره عرضيه. فدي يعني لو عملنا كده مخطط على المستوى الجماعي ايه نقاط قوه الفرقه دي؟ واحد، اول حاجه التسديدات من بره المنطقه، دي حاجه سلاح عندهم مهم جدا، وقلنا ان اكتر من 50% بالظبط يعني 35 تسديده من اصل 66 محاوله، يعني حوالي 53% من محاولاتهم تسديدات من بره المنطقه. دي اول حاجه. النقطه الثانيه ان ده اكتر فريق في البطوله، في البطوله كلها عامل كرات عرضيه. عامل كام عرضيه؟ 67 عام. لا 116 في 5 مباريات. بمعدل 23 عرضيه في الماتش الواحد، يعني بيعملوا 23 عرضيه في الماتش الواحد، ده رقم كبير جدا. اكتر فريق في البطوله بيعمل عرضيات. دي برضو النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان هم عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب لعب استحواذ، تمرير اند اللي هو الاستحواذ، يعني النادي الاهلي اكتر فريق في البطوله بيستحوذ على الكوره. نعم. بنسبه 56%. النادي الاهلي اكتر فريق عامل تمريرات، لكن الفريق ده بقى ايه؟ بيلعب اسلوب اللعب المباشر اللي هو بيحضر من تحت، بعمل تمرير طولي، بيحاول المهاجم بتاعه ان هو يستلم الكره اللي هو يحيى شريف. هنبص نلاقي التمريرات الطوليه بتاعتهم كام؟ 369 تمريره. يعني بيعملوا كام في الماتش الواحد؟ بيعملوا 74 تمريره طوليه. طوليه يعني بس عشان نستوعب من ورا لقدام اللي هو القدام. فاذا لو اتكلمنا نقاط قوه الفريق ده، لو عملنا مخطط كده على المستوى الجماعي وعلى عايز الناس تتخيل المستوى الجماعي والمستوى الفردي. المستوى الجماعي 3 نقط، قلنا رقم 1 التسديدات من بره، رقم 2 ان هم اكتر فريق مميز بالكرات العرضيه، وحضرتك اتكلمت ان هو على ملعبهم اكتر سواء كرات عرضيه او تمرير طولي. مظبوط. واسلوب التحضير بتاعهم مميزين قوي، لان خد بالك الملعب الترتان الملعب يتناسب بيساعدهم مع الكرات العرضيه زي ما كان الاسيوطي السنه اللي فاتت. مكان كابتن علي ماهر كان بيدربهم كانوا مميزين قوي بالحته دي. هم كانوا دايما في ملعب الاسيوطي مميزين بحته الكرات العرضيه. مزبوط. نفس الفكره بالظبط، لانه ملعب صغير. ملعب مزبوط. صغير طبعا. بعد كده ان هم قلنا تحضير الهجمه من تحت اللي هو بيعتمدوا على التمرير الطولي عكس النادي الاهلي بيعملوا الاستحواذ. ده يمكن على المستوى الجماعي. طب تعالى بقى ناكد كلامنا بالصور، يعني لو دخلنا بعد كده على الصور. أيوة. هوري لحضرتك صور للتسديدات ليهم من بره المنطقه. بص ادي الصوره الاولانيه، ده على ملعب ايه؟ ده على ملعبهم زي ما حضرتك قلت، التسديدات. أيوة. من بره اهو هتلاقي معظم الحاجات على ملعبهم. انا بقول لك الترتان بيفرق كتير حتى في التسديدات. ده زيري حمار اللي هو عليه النقطه البيضة ده. ده بيشوط منين؟ ده على فكره جون، جت هدف لاحت قدام فيتا كلوب. فلازم النهارده نكون في بلوك. دي نقطه مهمه جدا عندهم. نكمل. تمام. في صورتين كمان برضو بيبينوا التسديدات بعد كده يا سمير. اهو ده برضو على ملعبهم قدام مين؟ قدام سيمبا. نعم. نفس الحكايه، تسديدات من بره المنطقه من اي حته. هي المشكله ان هم بيشوطوا زي ما تيجي، يعني دقه المحاولات بتاعتهم واصله ل 32%، يعني نسبه مش عاليه. اهو بص حضرتك برضو محمد الامين حاميه. زي ما تيجي. فده الخوف ان واحده فيهم بقى ايه ترشه تيجي يعني. فده ده القلق، ان انت لازم تعمل بلوك لان هو بيشوط وخلاص. فدي الفكره كلها. برضو لو بصينا بقى على الرسم البياني تاكيدا للكلام ان يعني هم نقاط قوتهم ايه على المستوى الجماعي، لو عملنا الرسم البياني هنلاقي ان فريق شبيبه الثوره مسجل كابتن اسلام 10 اهداف في البطوله. مزبوط. منهم كام بقى؟ 5 ضربات جزاء، يعني نص الاهداف اللي جابوها ضربات جزاء. نعم. و3 تسديدات
وكورتين عرضيتين. ده بيمثل الكلام اللي انت حضرتك اتكلمت فيه، اللي هو ان هم بيشوطوا تسديدات اللي هي من افضل الحاجات اللي عندهم، ثم الكرات العرضية ثم التمرير الطولي. وضربات الجزاء مش هنسيبها كده، يعني لازم نتكلم عليها، ان هم خمس ضربات جزاء اكيد على ملعبهم برضه. على ملعبهم مين اللاعب اللي بيجيب ضربات الجزاء عندهم؟ محمد الامين حاميه اللي هو الجناح اللي حضرتك اتكلمت عنه، اللي هو الجناح الايسر. طب ايه اماكن التسديد دي؟ بقى حاجه زي قنوات البي ان كده لما بتعملها، ايه اماكن التسديد المفضله للاعب محمد الامين حاميه؟ هنلاقي ان هو شاط اربع تسديدات من خمسه لفرقته. الاربعه الاماكن المفضله لو عرضنا الصوره هنلاقي ان ثلاثه في وسط في منتصف المرمى. يعني النهارده لا قدر الله لو اتحسب علينا ضربه جزاء، اكيد طبعا كابتن طارق سليمان محفظ محمد الشناوي. بص حضرتك على الصوره اهي، هو سجل في فريق العاجي واتحاد طنجة وفيتا كلوب وسيمبا. هنلاقي الاماكن اللي شاط فيها في نص المرمى، واحده عاليه واحده على الارض خالص وواحده الشمال سنه صغيره. اذا الاماكن كلها فين؟ في منتصف المرمى، وواحده خالص على يسار الجون. اذا لما 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 الجون يعني لما يكون الشناوي لا قدر الله اتحسب عليه ضربه جزاء، ممكن اخر نفسي شويه مع محمد الامين حاميه، لان هو دايما بيفضل ايه؟ منتصف المرمى. واميل شويه ناحيه الشمال، بحيث ان هو يعني لو جت في النص الحقها، لو جت ناحيه الشمال اطير معاها، يبقى انا كده حافظ اماكن تسديدات. يعني هو نسبه نجاحه 100% منهم ثلاثه في وسط ثلاثه في وسط المرمى، واخر واحده اللي كانت في الماتش اللي فات شاطها ناحيه الايه؟ يسار الجون، كانت ارضيه. فدي يمكن اماكن تسديدات محمد الامين حاميه، دي برده من الحاجات عشان هم جابوا خمس ضربات جزاء، فكان لازم نتكلم على نقطه ركلات الجزاء عندهم. نيجي بقى